الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، فيما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل نحاول أن نذكر ببعض الأحكام المتبقية. يسأل أو يتساءل بعض الناس عنده هواية مثل ممارسة السباحة أو الانغماس في الماء. بشكل عام إخواننا، الانغماس في الماء أو التلفف بثوب مبتل إذا كان الجو حارا، أو أن يصب الماء على رأسه الصائم أقصد، لا بأس بذلك كله إذا كان هناك حر وعطش. وقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصب الماء على رأسه في اليوم شديد الحر، لكن يكره له ممارسة السباحة لما في ذلك ربما من تعريض الصوم للفساد. لكن الذي أريد أن أقوله أنه من كان عمله مثلا في الغوص أو وظيفته تتطلب الغطس، فإن كان يأمن من دخول الماء إلى جوفه فلا بأس بذلك. يعني اليوم ربما تكون هناك أدوات معها يمكن أن نأمن على أنفسنا من يدخل الماء إلى جوف الإنسان، فلو مارس السباحة أو لو مارس الغطس أو الغوص أو كانت وظيفته تقتضي ذلك فلا مانع من ذلك شرعا، إذا كان يأمن على نفسه من إفساد صيامه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك بعض الأحكام اللي يعني أقول الصيام تختص بها المرأة، ذكرنا بعضها سابقا وقلنا أنه يجب على المرأة أن تحتاط وعليها أن لا يعني أقول تكلف نفسها ما لا تطيق. على سبيل المثال، هناك بعض النساء تأخذ حبوب لتمنع الدورة الشهرية من أجل أن تصوم، مع إفتاء العلماء بجواز ذلك إذا أمن الضرر، لكن نحن لا ننصح بذلك، نقول الأصل أن تترك الأمور على طبيعتها فتصوم المرأة بالقدر الذي يعني أقول ما دامت طاهرة، فإذا جاءها الحيض أو النفاس فتفطر، في هذا أمر طبيعي وهو ما كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم عليه الصلاة والسلام. كما قلنا لا بأس أن تؤخر الاغتسال من الحيض، لكن تستحضر الصيام قبل طلوع الفجر. هناك من النساء من تكون صائم مثلا قبل الإفطار بنصف ساعة ينزل عليها الدم، مع ذلك تستمر في الإمساك وتحسب نفسها صائم. لا إخوانا، إذا نزل الدم على المرأة من الحيض في أي جزء من أجزاء النهار فإن صيامها يفسد في هذه الحالة، وعليها أن تقضي يوما بدلا من هذا اليوم. لكن إذا طهرت خلال النهار فيعني الأفضل أن تمسك بقية اليوم، لكن لا يحسب لها صيام، لأن نحن قلنا يشترط للصيام أن تمسك من قبل طلوع الفجر وأن تنوي ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة إخوانا لرمضان، المرأة تصوم دون إذن من زوجها لأنه هذا فرض. أما بالنسبة لصيام النفل فإن المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لتساؤلاتكم يمكنكم التواصل مع مركز الإفتاء التابع لقسم الدراسات الإسلامية في أكاديمية القاسمي عبر الهاتف رقم 0462-86631 أو عبر البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة. نرجو الله سبحانه وتعالى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا.